ينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس. دكتور أمجد بعد التحية، يعني يبدو أن هناك رفض من نتنياهو لأي إبرام للصفقات في الوقت الحالي، واستمرار أو إصراره على مواصلة هذه الحرب في نفس التوقيت هناك محاولة أمريكية على الأقل إبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين، خاصة بحسب الإدارة الأمريكية مزدوجي الجنسية. كيف تنظر واشنطن والمجتمع الدولي إلى هذا الموقف الإسرائيلي وكيف ستتعامل معه؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين. نعم، هناك إصرار غير طبيعي من طرف نتنياهو حتى في المكالمة الأخيرة. حسب التسريبات بين نتنياهو وبايدن، تحدث بايدن بشكل واضح وقال له ليس فقط يوجد إسرائيليين، هناك أمريكيين، ويتحدث عن 8 أمريكيين يحملون الجنسية الأمريكية. الإدارة الأمريكية مهتمة جدا بإطلاق سراحهم، وخاصة أن هناك وعود من الإدارة الأمريكية بإطلاق سراحهم لدى الرأي العام الأمريكي وأيضا لدى أهالي الأسرى الإسرائيليين. ولكن نتنياهو يعمل ضمن استراتيجية واضحة الآن ومعلمها واضحة، أنه لا يريد أن يخطو أي خطوة قد تؤدي إلى إسقاط حكومته، وخاصة أن هذه الحكومة تم وضع خطوط حمراء لها: عدم الانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، عدم رفع الحصار، عدم القبول ببرنامج واضح أو التحدث في مسألة الاعتداءات على المسجد الأقصى، وهذا ما تطالب به المقاومة الفلسطينية. هو يعتقد بأنه يمكن له الاستمرار إلى أطول أمد في هذه الحرب حتى يأتي موعد الانتخابات الأمريكية. لديه أيضا تخوفات من أي وقف لهذه الحرب هو باعتبار انتصار سياسي لحركة حماس، وهذا حتما سيؤدي إلى انعكاسات كبيرة جدا. أيضا أن المجتمع الصهيوني غير راضي على كيفية إدارة الحرب حتى الآن رغم الأعداد الهائلة التي سقطت من الطرف الفلسطيني، فهو مستمر ضمن هذه الاستراتيجية، وهو يعتقد وهو يعيد ويذكر دائما بأنه يستطيع تحمل كل الضغوطات الخارجية وأيضا الداخلية. وقال البارحة بشكل واضح جدا لكل من ينادي بانتخابات مبكرة في الداخل الإسرائيلي بأن موعد الانتخابات هو عام 2026 وليس الآن، وهذا تأكيد على أنه يستمر بنفس هذه الاستراتيجية، لا يأبه من الضغوطات، خاصة أن كل الضغوطات هي ضغوطات شفوية ورسائل ونصائح لم تصل إلى مرحلة التهديد أو أخذ العقوبات أو وقف المساعدات، وهذا ما يشجعه بالاستمرار بهذه الاستراتيجية. ربما هذا صحيح من الخارج، ولكن دكتور أمجد، يعني هناك دعوات للإضراب في الداخل الإسرائيلي، وهناك تظاهرات في تل أبيب تغلق الشوارع، ويعني تحاول أن تطالب بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية، وتندد بفشل تعامل حكومة نتنياهو حتى الآن في هذه الحرب وفي إبرام أي صفقات. هل هذه الدعوة للإضراب على سبيل المثال، هل من الممكن أن تحدث أي حراك أو تهدد موقف نتنياهو؟ نعم، تهدد في حالة أن زعيم الهزتروت الإسرائيلي، وهو زعيم نقابة العمال، وهي نقابة لديها إمكانيات كبيرة جدا على شل الحياة العامة داخل إسرائيل، إذا كان هذا التهديد وهو ما قام به أوبانا محاولات ما يسمى بالإصلاح القضائي أو ما يسمى بالانقلاب القضائي، قام بذلك واضطر نتنياهو للتراجع. في حالة وصول هذه المرحلة إلى مرحلة شل الحياة العادية اليومية في داخل إسرائيل، بعتقد أن نتنياهو سيتراجع. ولكن نتنياهو يطالب فقط بمزيد من الوقت، رغم أن عدد القتلى لدى الأسرى لدى حركة حماس يزداد يوما بعد يوم بسبب عمليات القصف العشوائي وأيضا عمليات التدمير الممنهج داخل قطاع غزة. بالنسبة لكثير من القيادات السياسية والأكاديمية والعسكرية الإسرائيلية تصرح بشكل واضح بأن فقدان هؤلاء الأسرى سيؤدي حتما إلى تفكك المجتمع
الإسرائيلي الداخلي. هناك مخاوف من فقدان المحتجزين في الداخل الإسرائيلي إذا أقدمت إسرائيل على الهجوم المرتقب على مدينة رفح الفلسطينية، يعني ربما هذه المظاهرات هي تندد باستراتيجية نتنياهو بالدخول إلى رفح الفلسطينية خوفا من قتل المحتجزين، وربما سيكون من الصعب بعد ذلك إبرام أي صفقات. نعم، ولكن للأسف الشديد الإشكالية ليست في مسألة دخول رفح. أعتقد أن عملية دخول رفح تم اتخاذ قرار في مجلس الحرب بالإجماع وأيضا في الحكومة بالإجماع. المسألة ليست مسألة استمرار الحرب، هناك إجماع صهيوني على استمرار الحرب ضد حركة حماس حتى النهاية، لكن المشكلة والخلاف الأكبر هم يعتقدون بأن نتنياهو لا يأبه ولا يهتم بوضع ملف الأسرى كأولوية مهمة، وخاصة أن هناك إمكانية لتبادل الأسرى مع حركة حماس، ولكن نتنياهو يقوم بتعطيل ذلك لمصالح فردية ولمصالح حزبية، وهذا الانطباع هو الانطباع السائد في الداخل الإسرائيلي الذي يعتقد بأن نتنياهو سيضحي في الأسرى من أجل الاستمرار في بقائه في الحكم، وهذه الإشكالية التي يختلف عليها الداخل الإسرائيلي اليوم. لذلك هناك تحركات كانت البارحة من أكبر المظاهرات التي تجتاح المدن الإسرائيلية وخاصة في تل أبيب وفي القدس، وذلك للضغط على نتنياهو لقبول بعض الشروط والوصول إلى حل وسط مع حركة حماس، على سبيل المثال انسحاب الجيش إلى على الأقل إلى الحدود، وأيضا مسألة عودة إلى الحرب تبقى بأيدي الاحتلال في مسألة وقف إطلاق النار أو مسألة هدنة طويلة مقابل إطلاق سراح الأسرى. يعتقدون أن هذا الثمن مقبول، وخاصة إطلاق سراح الآلاف من السجناء الأسرى الفلسطينية أو السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولكن تعنت نتنياهو ومحاولات عرقلته لهذه الصفقة هو الانطباع السائد بأنه غير مهتم، وعملية قتل الأسرى الإسرائيليين من قبل الجيش الإسرائيلي هي يعتبرونها جريمة لا تغتفر، وهذا سيؤدي إلى التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي المتوحد على كراهية وعلى الانتقام وعلى تدمير الطرف الآخر وهو الطرف الفلسطيني. فهم يعتقدون بأن في حالة فشل ذلك قد يؤدي إلى هزيمة استراتيجية داخلية لها انعكاسات خطيرة جدا على المدى القصير وعلى المدى الطويل، وهذا هو الخطر الذي يتخوفون منه. ولكن فكرة الاستمرار بالحرب واحتلال رفح، هو هناك إجماع ربما لم يصل إلى إجماع كامل، ولكن هناك إجماع داخل المجتمع الإسرائيلي بالاستمرار والقضاء على حركة حماس وعلى كل المقاومة المسلحة سواء في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. إذن دكتور أمجد، يعني أيضا هناك نقطتان في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وفي هذا المؤتمر الصحفي، يعني أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين مع حركة حماس لن يمنع إسرائيل من أيضا مواصلة عملياتها العسكرية. ماذا تقرأ ما بين السطور في هذه التصريحات؟ هل هناك رسالة إلى جهة ما؟ نعم، الرسالة واضحة جدا، هو يريد هدنة مقابل الأسرى، هو لا يريد أي شيء آخر، مستعد لإطلاق عدد معين من الأسرى الفلسطينيين ولكن بدون أي شروط أخرى. هو يريد إعادة ما حدث في بداية الحرب، هدنة مؤقتة مقابل إطلاق سراع. هو يعتقد أن المرحلة الأولى ممكن تطبيقها، وهي إطلاق سراع 35 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس والجهاد الإسلامي، ويعتقد أن هذه ممكن أن تخفف عليه الضغوطات الداخلية ويمكن أن يستمر في الحرب كما فعل في الهدنة السابقة. ولكن هذه الشروط طبعا حركة حماس رفضتها، وكان هناك إطار متفق عليه في باريس، وهذا الإطار تم التوافق عليه، ولكن ضمن هدف أساسي وهو وقف الحرب، وهو لا يريد التحدث عن فكرة وقف الحرب،
وأيضا عن انسحاب الجيش، وهذه النقطتين بالنسبة له هو نقاط حمراء لا يمكن تجاوزها، لأن مجرد الحديث عنها سيؤدي إلى انهيار حكومته وإلى تنظيم انتخابات مبكرة، وهذه الانتخابات المبكرة حسب استطلاعات الرأي هي بداية نهاية حركة تيار الليكود، حزب الليكود الذي سيطر على الحكم لفترات طويلة، وهو الذي يقود إسرائيل منذ سنوات، منذ عقود، وهذا ما لا يرغب به، ويريد انتزاع أي انتصار، يعتقد بأنه ممكن القضاء على قيادات وازنة في حركة حماس أو إلقاء القبض عليه، وهذا سيعيد شعبيته وشعبية حزبه في الأوساط الإسرائيلية، وأيضا إمكانية تحقيق انتصار أو تنازل أو استسلام لحركة حماس قد يؤدي أيضا إلى عودة شعبيته واستمرار الحكم. هو يريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة لأسباب شخصية وأسباب حزبية. الأسباب الشخصية هو يتخوف من أن ينتهي أمره كما حدث لزميله أولمر، دخوله إلى السجن، وخاصة هناك قضايا ليست فقط قضايا جنائية، أيضا هناك لجنة تحقيق ستتشكل بعد الحرب من في اتهامات بتقصيرات خطيرة بما حدث في 7 أكتوبر، وأيضا في إدارة هذه الحرب، وهو ما يتخوفه، ويعتقد أن عودة ترامب وتطبيق ما يسمى بصفقة القرن وتحقيق أهداف استراتيجية كبيرة من ضمنها تصفية القضية الفلسطينية سيؤدي حتما إلى الحفاظ على شعبيته وعلى تاريخه الطويل في إدارة الحكومات الإسرائيلية، على أنه الرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حقق أهداف وانتصارات لم يحققها أي رئيس وزراء سابق. هذا ما يطمح له، ومستعد أن يتحدى الجميع، ليس فقط الجبهة الداخلية، وأيضا ضمن أن هذه الجبهة الداخلية رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها يستطيع الاستمرار، وهو مستمر بكل مخططاته. وبعتقد أن مسألة دخول أو الاجتياح البري هي مسألة وقت فقط لمدينة رفح. النقطة الثانية دكتور أمجد هي إشارة نتنياهو إلى أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين من دون شروط مسبقة. ماذا يقصد بالمشاورات أو المفاوضات مع الجانب الفلسطيني؟ هل يقصد حماس؟ هل يقصد فصائل فلسطينية أخرى؟ هل يقصد السلطة الفلسطينية؟ لا، هو يقصد السلطة الفلسطينية، هو معتاد التعامل مع السلطة الفلسطينية، سلطة ضعيفة، سلطة عاجزة، لديها مؤسسات ضعيفة، يفرض رأيه كما يفعل في الضفة الغربية، سلطة متعاونة، سلطة تحافظ على استمرار التنسيق الأمني، سلطة لها فقط وظيفة هي مساعدة على تحقيق أهداف أمنية واقتصادية إسرائيلية. لا يريد هناك أي مفاوضات لحقوق السياسية، لا يتحدث عن أي مفاوضات لحل سياسي وحل دولتين، الذي قام على مدار أكثر من 17 عام من توليه رئاسة الوزراء على تدمير كل مقومات الدولة الفلسطينية. ولكن هل هي إشارة للتفاوض لما بعد الحرب، أم هو يتحدث عن الوقت الراهن؟ لا، هو إشارة لما بعد الحرب. هناك اجتماعات حدثت في تل أبيب قبل عدة أيام بين ممثل السلطة حسين الشيخ وبين قيادات أمنية وازنة في مدينة تل أبيب حول الحفاظ على الوضع الأمني في الضفة الغربية. هو يعتقد بأن بإمكانه قيام بنموذج مماثل، ربما ليس فقط السلطة، هم يبحثون عن شخصيات عشائرية أو شخصيات معروفة ممكن أن تتعاون معه لاستنساخ نموذج السلطة في الضفة الغربية في تطبيقه في قطاع غزة. هو يبحث بكل الطرق على إيجاد سلطة لإدارة مدنية فقط، لا تتمتع بأي حقوق سياسية، من أجل فقط الوصول إلى سيناريو سياسي مقبول يحافظ على كل الامتيازات العسكرية والأمنية كما يسوقها. يريد إبقاء السيطرة الأمنية كما فعل ويفعل منذ 67
على قطاع غزة، وأيضا التحكم في المعبر، التحكم في ملف إعادة الإعمار، التحكم أيضا في القدرة على الدخول والخروج والقضاء على أي مقاومة مسلحة في المستقبل. هذا ما يخطط له. نعم، الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.